يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز هذه الأيمان والقرآن والكتاب وآيات القرآن وسور القرآن وسورة البقرة، هل هذه جائزة؟ نعم، هذا اقسام بكلام الله عز وجل، سواء قلت القرآن أو سورة كذا أو آية كذا، كله كلام الله عز وجل يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة. من قال أعوذ بكلمات، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا جازت الاستعاذة بكلمات الله جاز الإقسام به، لأنه حالف بصفة من صفات الله عز وجل. نعم.